وأنا أتعرق بشدة، لكن السنام قد يساعدني. لقد أخبرني البربر أن الدهن الذي هنا لذيذ جدا، لكن التجربة علمتني الحذر بعض الشيء من طيبات البربر وتقاليدهم، لكن هذا شحم جمل نقي جدا. يا للهول، فظيع جدا. في ظروف قاسية كهذه ينقذ شحم سنام جمل حياة البربري في الصحراء، إذ يقطع حاشية من الجلد في السنام الشحمي ويأخذ ما يريد منه بحذر، ويحرص على ترك ما يكفي للجمل ليعيش. ما أبحث عنه هو المعدة، والمعدة نفسها تتكون من ثلاثة أجزاء لتفصل الأشياء الجامدة عن السوائل، والجزء الذي أريده يدعى الكرش، حيث يحتفظ بالسوائل بهذا الشكل. لقد نجحت، نفثت إلى الداخل. انظروا كم هذا مذهل. مياه الكرش هذه تشبه الخزان. أخبرني بدوي في إحدى المرات أن عمه ضاع في الخمسينيات في عاصفة رملية هنا، وكيف اضطر إلى قتل جمله ليصل إلى الكرش وكل هذا السائل في داخله، وذلك ما أنقذ حياته. إذا لم تجدوا الكثير من الماء في الكرش، قد تجدون بعضه في الجزء الرئيسي من المعدة حيث يتم هضم الطعام. لقد صدمتني موجة من الرائحة الكريهة لطعام الجمل المهضوم في أنفي مباشرة، ولو أتيتم بآلة تصوير إلى هنا ونظرتم في الداخل فسترون كل شيء أكله. هذا كله طعام لم يهضم بشكل كامل، والسوائل التي فيه قابلة للشرب أيضا. لا شك أن هذه آلة حلقة.